طبعا رجعنا لكم بعد الفاصل، بس الفقره دي فقره بالنسبه لنا مهمه جدا لكل المهتم بقطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات. احنا معانا مهندس محمد خليل. اللي يعرف مهندس محمد خليل هو يعتبر رئيس قطاع التكنولوجيا المعلومات بشركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه السابق. الراجل ده حط النواه الاساسيه لنظم المعلومات والتكنولوجيا بمدينه العاصمه الاداريه. الكلام ده مش كلام قليل خالص، كلام مهم جدا، مشروع قومي، وكان مهم جدا هم يقدروا يجيبوا كوادر زي المهندس محمد خليل عشان يحط هذه المعلومات الكامله، او يعتبر الملف الكامل لنظام تكنولوجيا المعلومات. نورنا يا باشمهندس. اهلا بيك. اهلا بيك ومنور برنامج عقار مصر. شكرا. الاول عايزين نعرف العاصمه الاداريه هي دلوقتي مدينه ذكيه ومدينه متطوره بكل التفاصيل. محتاجين نعرف هل العاصمه الاداريه ازاي بتسابق مع الدول الجديده او المدن الجديده بنظام التكنولوجي الجديد. العاصمه الاداريه لما ابتدت الفكره بتاعتها من اول يوم كان الهدف هو انشاء اول مدينه ذكيه في مصر. كلمه مدينه ذكيه بالرغم انها كلمتين لكن هي وراها تفاصيل كبيره جدا جدا. كان اول هدف عندنا هو ان احنا نبني بنيه تحتيه ومعلوماتيه صحيحه، لان من غير العنصرين دول ما نقدرش نبني مدينه ذكيه او ما نقدرش نبني اي انظمه يكون ليها مردود وعائد فعلي يحس بيه المواطن وهو موجود في العاصمه الاداريه. كويس. فابتدينا بالتصميمات لشبكات نقل البيانات والمعلومات، وكان لاول مره في مصر يتم انشاء شبكتين داخل نفس المدينه منفصلتين تماما في كافه المستويات، كابلات، كباين، سنترات، كل حاجه منفصله في نفس المدينه. في نفس المدينه. الشبكه الاولانيه الشبكه اللي بناخد عليها خدمات الاتصالات والانترنت اللي احنا متعرف عليها ومعروف. تمام. الشبكه الثانيه عليها كافه الخدمات الذكيه اللي موجوده في العاصمه الاداريه من عدادات، من كاميرات، من خدمات معالج جمع المخلفات. تمام. الشبكة الأولانية المواطن بيتعامل معاها وهي متصلة بالإنترنت، يعني واصلة خارج المدينة وبنحقق فيها سرعات عالية جدا لأن اشتغلنا بتكنولوجي جديدة FTH بنوصل لغاية المنزل أو المكتب أو المكان التجاري. الشبكة الثانية موجودة في كل حتة في العاصمة، موجودة في النهايات الطرفية اللي موجودة في الشوارع، موجودة في داخل البيوت أو المنازل، داخل المباني التجارية، داخل المباني الإدارية، عشان نقدر نقدم من خلالها الخدمات الذكية اللي موجودة في العاصمة الإدارية. توحيد الخدمة عشان نسهل على المواطن ده كان هدف رئيسي عندنا. صح. بمعنى أن المواطن النهاردة مش لازم يبقى عنده مثلا موبايل آب مثلا للكهرباء، وواحد للمواصلات، وواحد لخدمات الباركينج، لا. هو موبايل اب واحد المواطن في العاصمه الاداريه هيقدر يمارس بيه حياته كلها بالكامل. كل حاجه. كل حاجه. يعني انا ساكن في العاصمه الاداريه، انا معايا ابلكيشن، صح كده، في التليفون بتاعي بعمل بيه كل حاجه. كل حاجه، من اول ريجستر للوحده بتاعتي، وببتدي اقدم على عدادات من خلاله، ابتدي لو باخد خدمات باخدها من خلاله، كل حاجه من خلال موبايل اب واحد. ادفع كل حاجه، اعمل كل حاجه من كل خلال. حاجه من هل ده موجود دلوقتي يا باشمهندس؟ ده موجود طبعا بالفعل، ودي من ضمن يعني المنقصات اللي احنا عملناها واللي هي تعتبر في المراحل النهائيه بتاعتها حاليا دلوقتي. برضه عملنا مثلا فكره الكارت الذكي. الكارت الذكي هو كارت واحد للمواطن القاطن في العاصمه الاداريه. هو كارت اي تي ام، يعني يقدر يروح يصرف بيه فلوس من مكان الاي تي ام العادي، وفي نفس الوقت بيركب بيه الاسانسير في بيته، وفي نفس الوقت يقدر يخش بيه النادي، ياخد كل خدماته على كارت واحد. كارت اي تي ام؟ كارت، هو كارت الاي تي ام، هو نفسه كارت اللي حضرتك بتاكسس بيه. ده ازاي؟ ده موجود. ده ازاي والله بجد يا باشمهندس يعني؟ انا معايا الكارت لو تحب. طب يا ريت اشوفه. يا ريت. يعني كارت واحد وهتلاقيه. ازاي كارت اي تي ام اقدر اعمل بيه كل حاجه واطلع بيه في الاسانسير طبعًا كمان؟ طبعا طبعا. يعني احطه عند الاسانسير كده يا فندم؟ ايوه فندم. مغناطه بتاعت الاسانسير عليه؟ يعني ممكن نقرب الكاميرا. معلش كده الكاميرا. يا ريت نقرب بس الكاميرا كده. الكارت هو كارت زي ما احنا شايفين، هو بنك مصر. وهو شركه العاصمه الاداريه. وهو كارت كونتاكت، يعني بيخش في سلوت
يشتغل عشان مكنه الاي تي ام على سبيل المثال، وفي نفس الوقت هو كونتاكت ليس يعني هو بيشتغل وايرلس. فانا نفس الكارت ده هو اللي بقدر اخش بيه العماره بتاعتي او الاسانسير، هو اللي بروح اسحب بيه فلوس من مكنه الاي تي ام، هو لما يبقى في نادي جوه العاصمه على سبيل المثال فالاكس كنترول بتاعه يبقى على نفس الكارت، في تشيب موجوده فيه في نفس الكارت غير التشيب بتاعت البنك، يعني تشيب البنك واحده باينه واحده مختفيه، واحده مختفيه هي فعلا امبيدد جوه الكارت، هي اللي بنقدر نحط عليها الخدمات. فالنهارده المواطن في العاصمه الاداريه المالك هيبقى عنده كارت واحد يقدر يستخدمه في كل حاجه. دي فيها صوره ده فيها صوره دي فيها فعلا فيها صوره. انا اول مره اشوف ده كارت فعلا جديد مش موجود، يعني اول مره يتعمل في العاصمه الاداريه وموجود حاليا واحنا شغالين بيه او الناس زمايلي. طب مين اللي يقدر يطلعه ده يا فندم؟ يعني اي مواطن دلوقتي ساكن في العاصمه؟ لازم يكون القاطن في العاصمه الاداريه. يعني لو انا دلوقتي بقت البطاقه بتاعتي موجوده في العاصمه في الار 7 في الار 8 في ايا كان في اي كومباوند انا موجود فيه اقدر اروح اطلع طبعا ده. طبعا تقدر تطلع الكارت وتقدر تستخدمه. وعندنا احتلينا ب 2 بنك حكومي وواحد بنك خاص وهنتوسع في كل البنوك ان نقدر نصدر في جميع البنوك الكارت للمواطن القاطن في العاصمه الاداريه. والزائر برضو ممكن يبقى ليه كارت ولكنه ما يقدرش مثلا يفتح باب العمارة، ما يقدرش يركب بيه اسانسير. تمام. ليه؟ لان كل واحد عنده حدود، يعني كل واحد ليه عنده الليمت بتاعه، يقدر الليمت بتاعه اللي يقدر يستخدم بيه الكارت. كويس جدا يا باشمهندس. فده امر واقع بقى موجود حاليا. الموبايل اب برضو موجود. احنا يمكن في مناقصاتنا في التكنولوجيا المعلومات في العاصمه الاداريه كنا دايما عندنا مبدا اختيار الافضل ليس الارخص وليس لاي اعتبارات اخرى. اختيار الافضل. الافضل ده بيجي ازاي؟ الافضل فني يمثل 70% من التقييم. كويس. يعني ممكن واحد يكون مقدم داخل معانا في المناقصه ومقدم عرض مالي، هو نجح فني لكن مقدم عرض مالي رخيص اقل لكن هو ما نجحش، لان لما ناخد المكافئ بندي 70% الفني و30% المالي، لان انا يهمني اختار الافضل. لان في مجال التكنولوجيا المعلومات الهامش مش عايز اقول الخطا ولكن هامش ان يتعمل حاجه مش بالكواليتي المطلوبه ده عندنا قليل جدا جدا جدا، وهتبقى مشكله كمان بعد كده، بتبقى مشكله كبيره. وعندنا يعني كطبقات، هيقولها طبقات او ليرز، انا بس مش عايز استخدم دايما اي مصطلح يعني بالانجلش. كطبقات، في الطبقه اللي هي البنيه التحتيه الخطا فيها لو تجاوز ال 10% مفيش داعي انك تعمل بقيه الطبقات، انت مش هتعرف تعمل حاجه خلاص، مش هتوصل، مش هتعرف تكملها، مش هتعرف تكمل. فعندنا الهامش قليل جدا، فانت محتاج شركات. عشان كده الترسيه كانت دايما بتوصل على شركات تلاقي عندها، نتكلم على ريفرنس من اعلى الشركات العالميه يعني. وعندنا فرايتي، يعني هو برضو الموضوع مش محصور في حاجه معينه، تلاقي مثلا في الدول الاوروبيه تلاقي متميزين في حاجه، في برضو في ناحيه الصين مثلا برضو في طبعا شركات على يعني على مستوى عالي جدا، بس هي متميزه جدا في جزء معين من التكنولوجيا هي اللي بتفوز معانا. فاحنا دايما كنا بنختار الافضل وليس الارخص، لان ده بالنسبه لنا شايفينه عنصر مهم جدا. طب يا فندم، هل الشكل اللي حضراتكم حاطينه للعاصمه الاداريه هل موجود دلوقتي في مدن اخرى برضو كمان؟ طيب العاصمه الاداريه برضو اتعملت كنموذج بيطبق في ال 14 مدينه جديده. برضو المدن الجديده عشان تبقى مدينه ذكيه ليها متطلبات تختلف عن المدن القائمه، يعني لو انا عايز اخلي مدينه قائمه زي القاهره الجيزه عايز اخليها مدينه ذكيه، لا هو الموديل هنا مختلف. نموذج هنا اللي هطبق فيه مختلف. ليه؟ لان عندي بنيه تحتيه اصلا موجوده، فهبتدي اتعامل او هعتمد على الخدمات او الشبكات اللاسلكيه اكتر من الشبكات السلكيه. صح. لكن في المدن الجديده انا لسه بنشئ من اول وجديد، فهتلاقي معظم خدماتي هي معتمده على الشبكات الفايبر، الشبكات السلكيه، وفي موجود برضو الشبكات اللاسلكيه ولكن الاعتماد فيها اقل. فالنموذج بتاع العاصمه الاداريه لما اتعمل واتبنى، ولما اتبنى برضو احنا ما بنهوش في الشركه لوحدنا، لا ده ما حصلش، ده من دي وان احنا كان في لجنه مجلس الوزراء. تمام. دي فيها كافه قطاعات الدوله، القوات المسلحه، وزاره الداخليه، وزاره الاتصالات، وزاره الاسكان، الصحه، جميع الوزارات ممثله في اللجنه دي. فكانت اللجنه دي هي اللي بتحط المواصفات وتعتمدها، هي اللي بتقيم الفني، هي اللي بتختار يعني اللجنة، كل التفاصيل دي هي اللي بتختار عشان يبقى معانا كافه وجهات النظر، ما نهملش وجهه نظر معينه. العامل الاهم برضو او من العوامل المهمه في الحقيقه اللي كنا في شغل العاصمه مهتمين بيها
اللي بيسموها راس المال البشري، اختيار العناصر. كويس. ده كان بالنسبه لنا يعني عنصر لا يقبل المساومه او ان احنا نعمل فيه يعني استثناءات. كل واحد في مكانه طبعاً. لازم يكون نمبر 1، ولازم يبقى عنصر مؤهل، تعليم جيد جدا، الخبره على حسب الوظيفه اللي موجود فيها. فيعني اكاد اجزم ان الشباب الموجودين في شركه العاصمه الاداريه قادرين بنسبه 100% ان يعملوا نموذج لمدينه ذكيه على غرار نماذج زي دبي، زي امستردام، زي برشلونه. النماذج ديت نماذج عالميه ومعروفه. الشباب ده شباب مؤهل جدا، مجتهد جدا، عايز يعمل حاجه، عارف ايه الصح وايه الطريق اللي بيعمله. لما جينا عملنا من احد الحاجات كان ابراج المحمول تشاركي. ابراج المحمول مختلفه عن اللي موجوده في مصر، اول مره تتعمل في العاصمه الاداريه. ازاي؟ النهارده احنا رايحين ناحيه ال 5G. 5G هي بتاخد بيها خدمات عاليه جدا، لكنها في الحقيقه النطاق للبرج بيقل كل ما بتطلع. صح. في الجنريشن النطاق بيقل، فده معناها ان احنا مشينا بنفس المفهوم اللي موجود حالي، ان احنا نخلي شركه المحمول واحده او اتنين على الاكثر على البرج، فاحنا هنلاقي نفسنا عندنا غابه من ابراج المحمول. صح. فعملنا البرج التشاركي اللي بيقدر يخدم 5 شركات محمول على نفس البرج، وبرج واحد بس، وهو برج واحد. فالبرج الواحد، والبرج ده كمان معظم الابراج ويمكن يعني النسبه الكبيره بتاعتها في مصر هي متصله مايكروويف لاسلكي. احنا عندنا في العاصمه الاداريه جميع ابراج المحمول مربوطه على شبكه الفايبر. انهي شبكه فايبر؟ الشبكه الثانيه، لان دي اللي هنقدم عليها الخدمات. ده الطبيعي، ده اللي هو احنا قلنا عندنا شبكتين في الاول. ده الشبكه الاولانيه اللي هي العاديه بتاعت العاصمه الاداريه، والثانيه اللي هيتقدم عليها الخدمات. الخدمات تمام. كويس جدا. فالبرج ده اتنفذ، اتعمل له تجربه. شركه المحمول شاركت فيها بالكامل، حققت النتائج فوق يعني اللي مطلوبه، واصبح موجود حاليا ابراج المحمول التشاركيه شغاله بالفعل داخل العاصمه الاداريه. ده كونسبت كده كده هنروح له. فاحنا في العاصمه قلنا طب احنا ليه نبتدي؟ احنا عايزين نبتدي من حيث انتهى الاخر، ما نبتديش من من الاول ونطلع. التنفيذ يعني انا برضو من ضمن الحاجات ان احنا نشتغل مراحل، مش لازم نعمل كل حاجه من دي 1. اشتغل مراحل، بس لازم برضو في نفس الوقت وفي الاخص في البنيه التحتيه لازم تكون عامل حسابك اخر مرحله من دي 1 ان انت تقدر تخدم اخر مرحله. اخر مرحله، لان صح. مش معقول النهارده مثلا هاجي بعد مثلا 3-4 سنين وابتدي احفر تاني. لا طبعا الكلام ده مش مقبول. ما هو ده ما ينفعش زي ما بيحصل في المدن العاديه. احنا عندنا يمكن عايز اقول لحضرتك شبكه المايكرو دكت مشغوله حاليا باقل من 50% من طاقتها، والباقي فاضي في انتظار ايه؟ المراحل التوسع في المراحل. كويس جدا. طيب المدن الذكيه والثورات الصناعيه، ده سؤال مهم جدا. لو احنا حبينا نرجع بخطوه لورا كده عشان نقدر نوصل لل 5G او ال 4G، المدن الصناعيه كلها طبعا هي كانت بدايتها ثورات صناعيه. صح كده؟ صحيح. محتاجين بقى نعرف منين ثورات صناعيه، لحد مصر وصلت لحد فين في المدن الذكيه بقوتها في مصر. طيب احنا هنربط الاثنين ببعض، الثورات الصناعيه والمدن الذكيه. الثورات الصناعيه احنا عندنا 4 ثورات صناعيه. الثوره الصناعيه الاولى كانت ثوره البخار، محركات البخار، ودي كانت في اواخر القرن ال 18. كويس. ثم جت الثوره الصناعيه الثانيه للكهرباء، ودي بدات في اواخر القرن ال 19. ثم جت الثوره الصناعيه لتكنولوجيا المعلومات. يعني الاول الثوره الصناعيه الثالثه ابتدت تكنولوجيا المعلومات هي اللي بتليد او هي اللي هي اللي بتدير المنظومه دي كلها. بتدير الثوره الصناعيه. كويس. ودي كانت من منتصف القرن العشرين تقريبا. وكانت هي دي بدايه قواعد البيانات والانترنت والبرامج. كانت البدايه. بدايتها. بعد كده دخلنا في الثوره الصناعيه الرابعه. دي كانت تقريبا بدايه من سنه 2000. ودي كانت اللي بنسميها الاي او تي او انترنت الاشياء. بمعنى ايه كلمه انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي؟ يمكن الذكاء الاصطناعي كلمه دارجه اكتر في الفتره اللي احنا فيها، شات جي بي تي وهكذا، الحاجات اللي الناس تعرف عليها. انترنت الاشياء ان انا بربط عدد كبير جدا جدا من النهايات الطرفيه على شبكه الانترنت، ممكن تبقى انترنت او تبقى شبكه محليه.
كويس. ايه هي الحاجات دي؟ سنسورز بقى زي ما حضرتك عايز، سنسور للطقس، سنسور للمرور، سنسور للمجمعات، المجمعات جمع المخلفات. النهارده برضو يعني انا هدي مثال مثلا في جمع المخلفات. النهارده النموذج الطبيعي المعروف ايه هو؟ نحن عندنا مجموعه بوكسز، يعني المواطن بيحط فيها المخلفات بتاعته، وبعدين في عربيه بتيجي كل يوم او يوم ويوم على حسب الجدول. صح. لا المنظومه يعني المنظومه دي كده يعني تبقى فيها استهلاك عالي. لا احنا المنظومه بتبقى ايه؟ المنظومه ان في عندنا الجاربيج بينز، في سنسور بيقيس حجم المخلفات اللي موجوده فيه. اعرف انا وصلت لحد ليميت معين، هو بيوصل لحد نسبه معينه ويبتدي يبعت للمركز اداره المدينه يقول له انا محتاج ان انا افضي المكان ده، الحاجه ده. لكن في برضه شويه عوامل، زي ان هو مثلا لو قعد 3 ايام خلاص لازم اروح اشيل المخلفات اللي فيه ايا كانت عشان ما يبقاش ليها اثر بيئي. كويس جدا. طب هل كل البوكسز واحده؟ يعني مثلا لو احنا بنقول مثلا لما بيوصل 70% بيدي الالارم ده، هل كلهم 70%؟ لا، ده انا لازم اشوف البيهيفير بتاع كل منطقه. في المناطق التجاريه هتلاقي حاجه ال 70% ديت بيوصل لها بسرعه شديده عشان خاطر انت عندك ضغط عالي على الموضوع. لو سويته بالمنزلي اما اجي اروح للبوكس ده حلقيت ملا، هبقى فوق ال 100% غير المنزلي. فكل بوكس بيشوف البيهيفير. هنا بقى اللي وصلت لنسبه قد ايه بسرعه؟ الاناليتكس، تحليل للبيانات، ويبتدي هو يظبط، او يعني طبعا السيستم اللي بيعمل ده بشكل اوتوماتيك بيظبط. النهارده كاميرات المراقبه، كاميرات المراقبه وده اللي موجود في العاصمه حاليا مغطيه المدينه كلها. لكن هي مش الكاميرات المراقبه المفهوم عند المواطن العادي، الكاميرا بتسجل فلو في حاجه نروح نبص عليها لو في حدث حصل. لا، الكاميرات في العاصمه مش كده. الكاميرات في العاصمه عليها مجموعه من الاناليتكس، التحليلات، برامج التحليلات تختلف على حسب الكاميرا موجوده فيها. كل كاميرا فيها اناليسز؟ فيها اناليسز من نوع معين. لما احط كاميرات في الشوارع اكيد محتاج ان انا احط على الاناليتكس مثلا بتاع لو حد مشي عكس الاتجاه. ما احطش ده مثلا في بارك مجمع سكني. صح. مش هيبقى ليه نتيجه. صح. اجي في الاماكن مثلا الحيويه زي مثلا المناطق الحكوميه او الكلام ده، احط مثلا اناليتكس بتاع حاجه اسمها ليف اوبجكت، ان انا حد ساب حاجه ومشي. الكاميرا إيه تدي الارم. الحاجه دي طالما في حد ساب في حاجه بالظبط يبقى على طول الكاميرا الارم ده يقول لك في حاجه حد سابها ومشي على طول. عشان كده البلاغات اللي بتروح لمركز التحكم والسيطره الامني مش كلها بلاغات المواطنين اللي عن طريق التليفون او عن طريق الرقم الموحد، لا، بلاغات كاميرا. الكاميرا بتلاقيها عامله بلاغ وبعت فيديو وبعت صوره بتقول والله يا جماعه طبقا للاناليتكس بتاعي. طب سؤال بس السؤال ده يعني شخصي شويه، هل ده يا فندم ما بيبقاش مضر بالانسان؟ يعني كم التكنولوجيا دي على كم طبعا اللي حضرتك لسه قايلها، ابراج التليفونات والكلام ده كله، هل ده كله مش مضر بالانسان ساعتها؟ طيب التكنولوجيا يعني زيها زي اي حاجه في الدنيا ليها جانبين، الجانب المفيد والجانب الضار. اللي بيستخدم التكنولوجيا وبيبني الاسس بتاعها هو اللي بيحدد اتجاهها بعد كده رايح ناحيه المفيد ولا ناحيه الضار. صح. النهارده انا المواطن لو حس ان الكاميرات اللي موجوده دي بتامن له حياته، لو حس، لو شايف ان النهارده مثلا كتير جدا او يعني وارد جدا عند الناس مثلا ان انا اسافر يحصل عندي تسريب ميه في الشقه، يحصل عندي مشكله بالظبط. طيب لو ده حصل ولقينا العداد الذكي ده بتاع الميه وده موجود، ارى الموضوع وفصل الميه، اول ما لقى اختلاف في سلوك استهلاك الميه في هذه الوحده اوتوماتيك يدي الارم للمركز وللعميل ويفصل هو الميه. فالعميل لو هو ده اوتوماتيك يقوم لوك. في سؤال مهم جدا برضه، دلوقتي احنا قلنا اللي هي يعتبر مدن الجيل الرابع، مدن الجيل الرابع حضرتك دلوقتي بتقولها بنظام التكنولوجي، تكنولوجيا شويه اللي هي اللي يعتبر الثورات الصناعيه، وصلنا للثوره الرابعه هي اللي عملت مفهوم المدينه الذكيه، فدي كده مدن الجيل الرابع. في ناس تانية او في محللين تانيين بيقولوا ان مدن الجيل الرابع هي مدن الجيل الرابع اللي بتتقال ايام لما حصلت الثوره اللي هي الحرب كمان وحرب كمان 73، وبعد كده كان ساعتها رئيس السادات كان ساعتها بنى برضه مجموعه عقارات، وبعد كده كل فتره بقت بتتبني حاجات خاصه من الدوله، فدي كده برضو اسمها مدن الجيل الرابع. هل انهي الاصح؟ مدن الجيل الرابع اللي هو يعتبر الكونستراكشن او المقاولات، او مدن الجيل الرابع از تكنولوجيا؟ لا، لو بنتكلم كونستراكشنز احنا مدن جيل تاني، لان حتى الجيل التاني هو ده اللي هو المبنى
وفي كهرباء مفيش اي جديد وصرف احنا الجيل الثاني الاساسيه ده الجيل الثاني كويس. جيل رابع احنا بنتكلم على انترنت الاشياء، بنتكلم على ذكاء اصطناعي، بنتكلم على سنسورز، بنتكلم على تحليل بيانات، بنتكلم على البيج داتا. هي دي المدن الجيل الرابع او ما يطلق عليه المدن الذكيه. يعني دلوقتي احنا مدن الجيل الرابع بس بنظام التكنولوجي او التكنولوجي طبعا صح كده؟ طبعا طبعا طبعا. طيب تطورات الفتره اللي جايه مثلا لو احنا قلنا مثلا عن 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 مدينه العالمين الجديده. تمام. مدينه العالمين طبعا هو مشروع عالمي ومشروع قومي وكبير جدا، وراس الحكمه طبعا الفتره القادمه، هل في تطورات ممكن من وجهه نظرك هتحصل على التكنولوجيا اللي موجوده من العاصمه الاداريه هتبقى ازيد شويه؟ احنا في الحقيقه يعني وانا هتكلم تحديدا على العالمين لان ده يعني كان من ضمن الموضوعات اللي انا يعني شاركنا فيها. العالمين هي نموذج مقرر من العاصمه الاداريه، فيها مركز تحكم وسيطره امني، فيها مركز اداره المدينه، فيها الاعمده الذكيه، فيها يعني الحاجات اللي احنا طبقناها في العاصمه كان بنعمل منها نموذج اخر او بننسخها مره ثانيه في العالمين. يعني انا طبعا يمكن سايب العاصمه من يمكن حوالي سنه، لكن انا اعتقد ان هو يعني هو التراك اكيد بيكمل، لان هو يعني احنا عملنا استثمارات عاليه جدا جدا. اكيد لازم يبقى ليها عائد. صح. انا النهارده خلي بالك بحمد حضرتك ان الاستثمار نفسه في العقارات ما هواش استثمار مستدام. يعني النهارده انا لو عملت عقار في كل حاجه، كل المواصفات وكل اللي احنا بنحلم بيه وبنتكلم فيه ده عملناه فيه كويس، لكن مانيش موفر مثلا مناخ الاستثمار اللي يجذب مستثمر عشان يجي لي فيلاقي المدينه ما اشتريش حاجه فهو مش هيجي. صح. فالنهارده انا لو بعمل الكلام ده علشان المواطنين فقط انا هنا مش هحقق عوائد الاستثمار بتاعتي. ليه؟ لان انا معظم الحاجات اللي بجيبها بالعمله الصعبه. صح. فالنهارده انا لو بجيب الكلام ده وبنشئه وفي الاخر اصبح داخل الدوله وما جبتش بيه استثمارات من بره، هنا ده هيبقى نموذج منقوص. حي. لا، انا لازم الجانب الاقتصادي بتاعي ادور على الصناعه، ادور على عناصر الجذب للمستثمرين، فلما يجي المستثمر يبقى احد يعني المميزات بتاعتي، المميزات اللي موجوده اللي هيلاقيها انه هيلاقي مدينه ذكيه بيامن فيها، المقر بتاعه لما يبقى موجود فيها هو عارف ان دي مدينه سمارت، عارف ان هو هيقدر يحصل على الخدمات بطريقه سهله، الخدمات الحكوميه هياخدها كلها بطريقه مميكنه. صح. طيب سؤالنا الاخير، التنميه المستدامه لمدينه العاصمه الاداريه. تمام. واصله لحد فين؟ احنا برضو ده كان من ضمن الحاجات اللي الزملاء يمكن ده ما كانش معانا في قطاع التكنولوجيا لكن كان في القطاع الهندسي في الشركه. لكن احنا مثلا لو بنتكلم على ان كل الاسطح في العاصمه الاداريه لجميع المباني حقول طاقه سكنيه هي عباره عن طاقه شمسيه. كويس جدا. فعندنا جميع نسبه منها، طبعا مش كل السطح، والفيلات مستثناه من هذا، لكن العمارات 50% من السطح يعني كل العمارات اللي موجوده اللي تبع الدوله طبعاً دلوقتي هناك طبعاً في العاصمه الاداريه كلها طاقه شمسيه. طبعا جميع ده من ضمن الكود. جميع المباني الحكوميه لو بصينا على اي صوره من مباني الحي الحكومي هتلاقيها كلها بالكامل متغطيه حياتك بالطاقه الشمسيه. كويس قوي. فاحنا النهارده وعندنا منطقه ارض هتبقى مخصصه لمزرعه، دي معموله في التخطيط بتاع العاصمه الاداريه. من ضمن برضو الموضوعات موضوع إعادة تدوير القمامة والكلام على المية. كمان المية، إعادة تدوير المية عشان نقدر، لأن عندنا مصحات الخضراء دي بتاخد حجم مية كبير جدا. صح. احنا ما نقدرش نعتمد على المية بتاعت مية الشرب إن احنا ري للمصحات الخضراء، ده يبقى يعني فيها تكلفة عالية. واستعملنا التكنولوجيا بقوة حلوة جدا في المجال ده. طبعا. فالنهارده تدوير أو إعادة تدوير المعالجة المية للصرف واستخدامها في الري، دي من ضمن الحاجات اللي موجوده في العاصمه الاداريه. فلا، التنميه المستدامه، المخلفات طبعا عندنا برضو شراكه مع شركه اماراتيه، يعني الكلام ده موجود في بلاد كله موجود بس احنا بنطبقه هنا، احنا عايزين نطبقه ويبقى موجود. صح. لان ده هيساهم اكيد في نقل البلد ان شاء الله. اشكرك جدا يا فندم، نورتنا يا فندم. انا متشكر. شكرا لحضرتك كمان. طبعا بشكر الباشمهندس محمد خليل رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركه العاصمه للتنميه العمرانيه سابق، وعايز اقول لكم عرفنا معلومات كتيره جدا، عرفنا معلومات مهمه جدا. كل حد هيبقى ساكن في العاصمه الاداريه هيبقى معاه كارت خاص فيزا فيها كل التفاصيل بكل حاجه، وشفنا الموضوع ده وشفنا
دلوقتي الكارت ده دلوقتي، وبالتوفيق ان شاء الله لكل كوادر الخاصه بالعاصمه الاداريه. نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا ما تمشوش، عندنا فقره مهمه جدا عن الاساس في مصر.